السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم صاد ستايل فاشن. مهندس أحمد شمس الدين، أحييكم إخواتي وأخواتي أبنائي وبناتي. كل اللي إحنا بنطلبه من حضراتكم الدعم الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، شرط أساسي في بطلبه من حضراتكم الإعجاب بالفيديو على أساس نقدر نوصله لأكبر عدد من الناس ويقدروا يستفيدوا منه زي ما حضرتك وحضرتك استفدتوا منه ان شاء الله. زي ما وقفنا الفيديو اللي فات ان احنا ركبنا المصرة اهي، زبطناها مكوى وكل حاجة. تعالى بقى نعمل ايه دلوقتي؟ تعالى نقص بقى البطانة بتاعتنا اهي. ماشي، اخترتها انا حتى بعد ما كنت مطلعها لكم رمادي، لا انا اخترتها السودة لسبب ان هي تبقى باينة قدام ايه، قدام حضراتكم واحنا شغالين فيها. تعالى نشوفها كده، نقول ادي البطانة كده. هنيجي بقى هنركبها ازاي؟ بص يا سيدي، ادي المصرة اهي، هنيجي نروح مدخلين البطانة ديت بمقدار 3 سنتي تحت المصرة دي اهي. ماشي، بمقدار ايه؟ 3 سنتي تحت المصرة دي يا جماعة اهي كده. فادي المصرة يبقى مغطية حوالي 3 سنتي من ايه؟ من البطانة بتاعتي اهي. ادي بقيه البطانه اهي، لان هطلع منها بطانه ايه؟ بطانه الظهر، ما انساش هطلع منها بطانه الظهر معايا، وديت ايه؟ بطانه الصدر. فانا دخلت كده بمقدار قد ايه؟ ماشي، نجيب الماركه ونشوف احنا داخلين كده بمقدار قد ايه؟ بمقدار 3 سم. ايه هم ال 3 سم دول؟ اللي هم بمقدار الخياطه اللي انا هخيط فيها المصره مع البطانه هنا في الجزء ده كده. ماشي، ادي ال 3 سم اهم يا جماعه، تمام ماشي او كده. بعد كده باجي اروح جاي عامل كسره هنا لازم عشان تديني وسع لمنطقه ايه؟ منطقه الصدر من تحت هنا، منطقه الانتفاخ، منطقه الصدر. فهاجي اروح عامل الكسره اللي انا بعملها قدام حضراتكم اهي، كسره 2 سم بس كده. ماشي، تعالى بقى دبس لي ايه البطانه دي كده في الجسم كده. انا مثبت البطانه مع الجسم بالدبابيس ديت. طب هتعمل لي ايه بقى بعد كده؟ خلاص تعالى ايه قص لي بقى ايه البطانه دي كده اهي. خلاص انا كده ثبتها بالايه؟ بالدبابيس. فعشان كده ايه؟ ما تخافش بقى منها، اعمل بقى ايه؟ قص لي البطانه دي كده اهي، زيها زي الجسم بالظبط. أولا وبعد كده هروح مثبت ايه؟ مثبت البطانة ديت. سيب زيادة في الطول، سيب زيادة في الطول، احنا كده كده هن ايه؟ هنصفي البطانة، هنصفي ايه؟ الزيادة بتاعت البطانة. ماشي؟ ممكن دلوقتي أعمل قصة البرنسيس بتاعتي؟ ممكن، بس اللي أنا متفق معاكم عليه إن أنا مش عايز أستعجل في حاجة عشان أطلع الحاجة زي ما ايه؟ زي ما احنا عايزينها، وغير كده إن تبقى الحاجة ايه؟ سهلة سلسة، ما تبقاش ايه؟ ما فيهاش تعقيدات، ما فيهاش تعقيدات اهو. هنيجي نعمل كده ونروح ايه؟ قصين مثبتين الكلام ده. طب ما تيجي نقص بقى بالمره ايه؟ البطانه بتاعت ايه؟ بتاعت الظهر اهو. ماشي، ادي كده هنطلع بطانه الظهر من هنا، من الجزئيه اللي باقيه. فين الظهر معايا؟ ادي الظهر ايه؟ معايا اهو. نقص له البطانه بتاعته. طبعا احنا لسه هنلزق ايه؟ الجزء بتاع البرلون، فاكرين اللي احنا كنا قصيناه بتاع للظهر اللي هو ماسك الكتف وحاجه بسيطه من الجيرو، وهحط حته جيرو حته هنا على جيرو بس بعد ما ايه؟ اقص بقى ايه قصه البرنسيس بتاعتي. ادي كده ايه؟ هقص البطانه بتاع ايه؟ بتاعت الظهر على الظهر بالظبط يا جماعه، على ايه؟
على الظهر بالظبط اهو. في كسر فيها او حاجه؟ لا ديت ما فيهاش كسر. دي بقى ما يهمش ان انا اقص قصة البرنسيس بتاعتي فيها. ليه؟ لان هي كده كده انا مظبط الظهر. انا مظبط الظهر من الاول. بس انا سايب برضو ايه البطانة فيها زيادة في الطول مظبطه بعد بايه منها. كده اهو هروح قصص بقى ايه؟ قصة البرنسيس بتاعتي اهي بالايه؟ بالبنسة اللي انا عاملها كمان. بالبنسة اللي انا عاملها كمان اهو. بص حضراتكم اهي دي كده قصة البرنسيس بالبنسة اللي انا عاملها. هتقولي البنسة دلوقتي واخدة مني 2 سنتي انت ما زودتهمش. هقول لك اه. هتقولي الكلام ده بخلاف ان انت قلت لنا قبل كده في الستان ان انا ما زودتهم. هقول لك برضو اه لسبب معين. انا هنا مدي نسبة تلبيس صح؟ فخدت ايه البنسة ديت منها. لكن في الستان هناك كان في الموديل السواري التاني ما كنتش مدي نسبة تلبيس. ونراجع الكلام مع بعض هتلاقي ان انا ايه زودت قيمة البنسة عشان مش مدي نسبة تلبيس واخد المقاس بالظبط. تمام كده اهو. لاحظ ان انا ما خلصتش من تحت خالص عشان يبقى ايه سهل جدا ان انا ايه اقفلها مع بعض. احنا هنقعد على المكنه دلوقتي هنعمل ايه؟ هقفل دي البطانه ماشي، وهقفل يعني هقفل الظهر بالبطانه بتاعته وهقفل بطانه ايه الستر ماشي يا جماعه. وهنعمل ايه دلوقتي هنا هو دي كده تجويف الظهر او تكسيمه الظهر معايا اهي كده. طب البطانه؟ لا البطانه انا مش هعمل فيها حاجه، هسيب ايه اهي هي كده. لو انا هعمل ايه البطانه اهي تمام. يبقى انا زي ما قلت لحضراتكم هنقعد بقى ايه نقفل القصات دي ماشي، ونقفل البطانه بتاعت الستر تمام. مش هقفل قصه واحده على اساس ان احنا ما نطولش ويبقى التانيين هيتعملوا زيها ماشي يا جماعه. يلا بينا. بص بقى حضراتكم انا دلوقتي قفلت ايه ده الظهر اهو، قفلت قصاتي اهي ماشي وعملتها اوفر كمان وكله تمام، وقفلت الظهر وفتحته بالمكوه، لزقنا البرلون بتاع الكتاب. انا دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم اهو كده الظهر كاملا اهو تمام. وايه تاني؟ وادي الظهر اللي هو البطانه معايا اهي برده عملتها وقفلتها اهي. وكده يبقى الظهر بمعنى اصح ايه اتفنش قصاته واتفنش ايه البطانه بتاعته. هيتبقى ايه؟ الصدر معايا اهو قفلت انا البطانه مع ايه مع المصر تمام. حبيت انا سايب بس طرف بطانه تاني هنعمله مع بعض اللي هو بتاع الصدر التاني، على اساس ان انا اقول لحضراتكم ان المصره دي يجب ان هي تتعمل ازاي بالظبط. يلا بينا. انا بس حبيت اوريها لكم على المكنه على البنك اهي بعد ما اتقفلت، بس عايز اشوف الطرف التاني لما يتقفل في ايه في البطانه في المصره، وهحط البطانه فين وهشتغلها ازاي. يلا بينا. تعالى بقى هنوت انا معايا ادي طبعا المصر متركبه اهو زي ما احنا شفناها في الاول في الفيديو اللي فات. انا دلوقتي البطانه دي عشان احطها يا جماعه لازم بحطها ايه؟ بحطها تحت يعني بخليها هي اللي على مشط المكنه. ليه؟ عشان انا عايزها تشرب معايا شويه. عايزها ايه؟ تلم معايا بمعنى اصح شويه. فلما بحطها على مشط المكنه وما شدهاش فهي تبدا تلم لوحديها، ولذلك انا سايب فيها زياده في الطول عشان تلم معايا، لان ده لازم في المصر. لاحظ ان انا ما ابتديتش من الاول خالص. ليه؟ لان انا يعني مثلا انا في جواكت كتيره معاكم
متقفله البطانه بتاعتها من تحت. لا انا هوريك دوت اصلا مش هقفله من تحت، هسيبه مفتوح من تحت. ولذلك انا عامل ايه؟ هعمل القصات، عامل القصات اوفر، وعامل قصات البطانه اوفر. تمام، هنشوف احنا هنعملها ازاي. انا دلوقتي بقفل اهو، خلي بالك ان انا اصلا بديك الخلاصه في حاجه زي كده، يعني كل القصات اتقفلت، انا بديك بس ديت كده على اساس تبقى معروفه عندك عشان ما طولش الفيديو، لان تطويل الفيديو تاثيره مش بمزاجي، يبقى حسب المعلومات اللي موجوده فيه. تمام اهو كده انا قفلت ايه المصره معايا اهي في البطانه. تمام، بعمل البطانه، شايف بقى البطانه عامله ايه؟ مشربه معايا شويه اهي، مشربه معايا التشريب دوت ايه اللي هو الكشكشه شويه كده. ليه؟ لان لازم تكون كده، لازم تكون كده عشان ما تشدش الجسم معاها. لو البطانه قد الجسم بالظبط هتشد، هتشد الجسم معاها، وخاصه اذا كان بقى الخامه اللي انا شغال فيها ايه ليكرا. هندوس مكوى بقى ونبدا بقى نعمل ايه، زي ما قصينا قصات قصة البرنسس في الظهر هنقصها هنا، بس هيبقى فيها نوع من الاختلاف شويه. يلا بينا ونشوف احنا هنعمل فيها ايه. بصوا بقى حضراتكم، بعد ما ايه ما ركبنا، الله اكبر الله اكبر، بعد ما ركبنا المصرة بتاعتنا اهي وظبطناها مكوى، ظبطت بقى الاثنين اهو مع بعض كده. ما انساش ان في كسرة انا كنت مزودها في المصرة هنا عشان اتفاخ منطقة الصدر. تعالى بقى نشوف بقى ايه معانا بعد اروح مدبس الكلام ده كله، مدبس الكلام ده كله، واشوف بقى ايه قصة البرنسيس بتاعتي. قصة البرنسيس بتاعتي انا دبست اهو بطانه وجسمه كله، قصة البرنسيس الامامية. تمام، هي المفروض ان انا على سبيل المثال ان انا عندي الخياطة بتاعت الجنب اهي، الخياطة بتاعت الجنب اهي كده لازم اكون عارفها، وخياطة الكتف عندي لازم برضو اكون عارفها اهي. نركز في الكلام اللي احنا بنقوله. السقوط بتاع منطقة الصدر هنا هو بنسة الصدر هنا المفروض كام؟ زي ما قلت لحضراتكم 32 33 اهي. تمام او كده. ماشي؟ المسافة يعني انا معايا ايه الجزء بتاع ايه الصدر هنا اللي انا شرحته في الظهر. فانا عندي النص بتاع ايه؟ بتاع الصدر بالظبط هنا اللي هو انا بسميه موضع رضاعه الطفل. انت بتبعد عن هنا كام؟ ببعد من هنا هو بقى اللي هي لو انا هعمل بنسه جانبيه هنا افقيه بتبقى بتبعد عندي من كام؟ من 14 لغايه 18 حسب تخن صاحبه الموديل، من 14 ل 18 سم. فانت واخدها كام؟ واخدها اصلا احنا قايسينه هناك عندها 16 سم. ماشي؟ اللي هو ايه 16 سم. تمام، ديت ايه المفروض ان دي بنسة الصدر. تمام، انت دلوقتي لا هي معلش هي كانت 17 يا جماعه، هي 17 اهي عشان دي صاحبه الموديل دوت مليان. فانا عندي ادي بايه البوز بتاع بنسة الصدر لازم يكون هنا. هو بوز بنسة الصدر ما بيطلعش على الصدر نفسه، لا هو بيبقى قبليه مباشره عشان يديني الوسع، لان اي انتفاخ لابد ان هو يقابله بنسة. تمام، طب انت هتعمل بنسة جانبية أفقية هنا؟ لا أنا مش هعمل، أنا بس بحدد مكانها. يبقى أنا عرفت السقوط بتاعها وعرفت إيه مكانها، لأن أنا ممكن أعملها هنا، ممكن أعملها هنا، لا هو ده مكانها هنا. تمام؟ فهي تبقى إيه؟ البنسة أهي كده عشان تديني إيه؟ الوسع بتاع انتفاخ منطقة الصدر هنا. تمام أو كده. تمام أو كده. يبقى أنا عرفت دلوقتي الخط الرأسي اللي أنا هعمله أهو كده. ده ايه الخط الرأسي بتاعي اهو. تمام، وعرفت ايه تاني هنا هو كده الموضع بالظبط اهو، وعرفت ان انا كمان هنا هو من نقطة اصلا قصة البرنسيس اللي انا عاملها اهي. تمام، وابدأ اخد بقى ايه الدوران معايا. فانا عملت دلوقتي ايه زي ما قلت لكم ده كده. ماشي، يبقى الخط هنا هو ادي دي بتلتقي هنا ودي بتلتقي، فبروح واخد بقى ايه الدوران بتاعي اهو كده.
دوران بتاعي هنا. تمام، احنا شفنا بقى ان الزياده معايا هناك مالها؟ راحت لما قفلنا ايه؟ لما قفلنا قصه البرنسيس في الايه؟ في الظهر نفسه. الزياده اللي انا كنت طالع بيها اللي هي الجزئيه دي كده. تمام، دي اول حاجه. دي اول حاجه. انا قلت ان في هنا اهوت ايه؟ انتفاخ صدري، لابد ان في بنسه تقابله. البنسه بقى هتيجي معايا في ايه؟ في قصه البرنسيس نفسها. طب تعالى نقص البرنسيس الاول اهو كده. انا قصص كله مع بعض، بطانه وايه وجسم. تمام كده، عندك في بنسه هنا، يبقى هاخد سنت ونص على ما فيش وسنت ونص على ما فيش عشان تعمل 3 سم معايا اهي. بص حضراتكم اهي، ادي اول سنت ونص معايا. تفريغ البنسه فين؟ في منطقه ايه؟ الانتفاخ الصدري. ودي السنت ونص للناحية الثانية. شايف فرقت معاك قد ايه؟ التلاتة سنت يعني. تمام، دي أول بنسة معاك. بنسة التكسير معاك ده الصدر هنا كده بالظبط، تمام؟ هبدأ بعديه أعمل ايه؟ بنسة التكسير معايا. لاحظ إن أنا شغال بطانة وجسم مع بعض. لاحظ إن أنا شغال بطانة وجسم مع بعض. طيب هنا هو انت واخدها كام؟ واخدها 2 سم. طب هنا هو اقصى جزئيه او اعلى يعني اكبر حاجه فيها فين؟ عند محيط البطن بالظبط، وبروح نازل كده. طب طول البنسه دي كام؟ مش هيزيد عن 24، مش هيزيد عن 24. يبقى ادي البنسه برضو معايا اهي. تمام، هبدا برضو ايه؟ افرغها زي ما فرغت ايه اللي فوق. بص حضراتكم اهو، انا سايبهم ملحومين في بعض واروح جاي مفرغ عشان ايه؟ يبان لحضرتك وحضرتك الفرق اللي احنا ايه شلناه. تمام، ادي اهي كده، وادي اهي. كده يبقى ادي بنسة الايه؟ الصدر الرأسية، ودي بنسة الصدر الايه؟ الافقيه اللي جايه من ايه؟ من قصه البرنسيس، لان في بنسه صدر افقيه جايه من ايه؟ من قصه الجنب هنا. ماشي؟ بس انا ما ينفعش، هو في ناس بتعملها، ما ينفعش ان انا اعمل بنسه صدر افقيه جايه من هنا واروح عامل واحده هنا كمان تاني. لا. تمام؟ كده انا ظبطت الدنيا ديت، هبدا اقفل الكلام دوت، هبدا اقفل الكلام ده ونشوفه بقى متقفل مع بعض عشان نبدا ايه؟ ما ننساش ان انا ما عدلتش ايه؟ قصه الايه؟ البرنسيس. انا ماشي معاك خطوه خطوه سنه سنه لغايه ما نقفل نجمع الجاكيت دوت مع بعض. تمام؟ الكمام ما يهمش، اصلا مش هنجمعها مع بعض، ممكن اصلا ايه؟ شوف اي جاكيت موجود معاك هتلاقي ان انا مجمع فيه الكمام. لكن ده المهم اللي انا بديهولك كده، لان الجاكيت ده اساسي في باترون الجاكيت. اللي انا بزود عليه واقلل منه زي ما ايه اتفقنا قبل كده. في زيادات معاك في الطول هنا؟ اه، ده كله ماشي، هظبط بقى الكلام ده كله بعد ما اقفل ايه؟ الاساس معايا قصه البريسيس. ماشي معاك خطوه خطوه، ما بسيبكش، ماشي؟ ما بقفلش، لا اهو. يلا بينا نقفل الكلام دوت على المكنه، هقفل كله وهسيب واحده بس نقفلها مع بعض. بص بقى حضراتكم، انا قفلت الصدر ده اهو، وهنقفل الثاني زي بالظبط اهو. ماشي اهي بالظبط بالتقسيمه بتاعتها بالانتفاخ بتاعها بكل حاجه اهو، وقفلت البطانه كذلك واتعملت اوفر واتظبطت. تعالى بقى نقفل احنا مع بعض الناحيه الثانيه اهي، ونشوف احنا هنقفلها ازاي. نقول بسم الله اهو.
يلا بينا. بعد ما ايه غيرنا الماسوره كانت خلصت. هنشوف بقى الزياده ال 4 سم اللي احنا كنا سايبينها راحوا فين. احنا ماشيين اهو الاثنين مشدودين مع بعض، مفيش واحده مرخيه عن الثانيه. تعالى نمشي اهو مع بعض، اهو اهو، ولا واحده مشدوده ولا واحده مرخيه. فين ال 4 سم؟ راحوا خلاص. في ايه؟ في نقطة الدوران المركزي اللي احنا ايه كنا شرحناها، ان انا بلف من هنا اكتر من هنا. ده كده الداخلي. الخارجي تعالى نقفل الداخلي برضو. لاحظ معايا ان انا ايه بسيب حتة من تحت ما بقصهاش خالص، عشان ايه ما اقعدش الف حوالين نفسي. دي بتاعت دي ولا دي بتاعت دي؟ لا، هي ما كده شابكين في بعض، فهي ايه اوريدي دي بتاعت دي. تمام يا جماعة؟ يعني انا لو خلصت خالص ها اجي اجمع بقى، مش عارف بقى دي بتاعت الجنب ده ولا دي بتاعت الجنب ده، لكن هي كده ايه اسهل في كل حاجه. بص اهو احنا دلوقتي بقفل ايه البطانه نفسها، وبعد كده هروح عامل ايه اوفر للكلام ده، عشان بقى ايه نظبط بقى دوران الباط بتاعي حسب المقاس، وبعد كده ايه نقفل بقى الجاكت. نقفل الجاكت كده اهو بفضل الله. قفلت اهي مع بعضيها، ولا في سن واحده اطول ولا واحده اقصر اهي. لو انا بقى مش سايب ال 4 سم دي كنت عملت ايه؟ ماشي. فانت تعرف الكلام ده من ايه؟ من الخبره العمليه. دوت بقى هنعمل اوفر ونظبط مكوك ونقف على البنك نظبط ايه الصفحه. يلا بينا. تعالى بقى بعد ما ظبطنا الدنيا وكوينا وظبطنا القصات بتاعتنا، تعالى بقى نيجي نشوف بقى ايه هنظبط بقى بطانتنا، ونظبط ايه خياطتنا، ونظبط الباط. انا بروح حاطط اهو ده فوق ده كده بالظبط. تمام. ده كده بالنسبه للايه للصدر معايا. ادي الظهر كمان معايا اهو. كده هستأذنكم ان احنا هنشتغل على الظهر عشان المركب يبان. لاحظ معايا ان انا ما عنديش بندل اهي، دوت قد ايه ده بالظبط. كده بقى نراجع مقاساتنا بقى. نراجع ايه مقاساتنا. كتف كام؟ كتف قلنا 21.5. ماشي. ادي 21.5 صح؟ بعد اذن حضرتك. الكتف معايا 40، فزودت 3 بقى وايه؟ 21.5. تمام او كده. ماشي. الصدر كام؟ 128. 128. وعلى سبيل المثال 10 يبقى 100 كمان 38، 138 يبقى 37 وكام؟ ونص. خلاص كده مفيش زيادات، لان خلاص ايه القصه موجوده معايا. بقى هنا معايا كام؟ 37.5 اهو. تمام اهو. ده كده الصدر معايا. ماشي. عندك بقى البطن كام؟ 126. و10 يبقى 136 يبقى 34. ادي 34 اهي. 34. احنا قلنا الصدر 100 كام؟ 126 128 وكام؟ 128 عشان بس في غلطه انا غلطت في حاجه. 128 و10 يبقى 138 يبقى كام؟ 34.5. 34.5 اهي. تمام. ادي ال 34.5 بتاعتي. تمام. عندك الارداف 140. 140 اهو، يبقى 35 نصها او 36 لو هتسيب زياده في حاجه. كده القصات اهي اتعملت واتعرفت كده بالظبط. تعالى بقى وصل ما بين النقط ديت وحدد الخياطات بتاعتك في ايه؟ في الجسم وفي الايه؟ وفي البطانه.
في الجسم وفي البطانه. تمام كده، ووصل نقطه الارداف معايا اهي بايه، ب بنقطه محيط البطن جسم. شوف انا بقى ايه، كله هو بيتعلم في نفس الوقت، كله بيتعلم في نفس الوقت، عشان مفيش خياطه تيجي اكبر من خياطه، مفيش جنب يجي اطول من اعرض من جنب، مفيش جنب يبقى فيه نص سنتي زياده عن الجنب التاني، لان ده كله يعمل ايه، الخطا بيتراكم عليه خطا تاني، فتبص تلاقي في الاخر انت مش عارف تعمل ايه كده. تمام قوي معايا، تمام ماشي، ظبط ده قصتك اهي عشان يبقى ايه الشكل منتظم معاك كده اهو. تعالى بقى النقطة الأساسية اللي احنا كنا سايبينها، حالة البط. حالة البط قلنا كام؟ 60. يعني معناته إن أنا هرجع أروح إيه؟ قادر خياطة المكنة معايا، المفروض إن دي تيجي معايا كام يا جماعة؟ تيجي معايا 60. جاية معاك كام؟ جاية معايا 28، لا أنا هعملها إيه؟ 60 أهي. تمام؟ طبعًا أنا دلوقتي بظبط إيه؟ الحدة بتاعة البط نفسها أهي. بناء على ايه؟ بناء على المقاس بقى معايا. خلاص كده انا ظبطت. شايف بقى الزيادات دي؟ لو انت مش سايبها، لو انت مش سايبها ها؟ ما كنتش بتعرف تظبط حده الباط مظبوط زي ما احنا ايه بنظبطها دي. كده انا ماشي معاكم خطوه خطوه، كاني بتعلم معاكم الجاكيت زي ما انتم بتتعلموه بالظبط. تمام؟ فهي بقى دلوقتي بقت حده الباط معاك كام؟ تعالى نشوفها كده. ها بسم الله عامله معايا كام؟ 30 اهي. ماشي كده خلصنا. نظبط الديل كمان معانا، لان الديل عايز يتظبط اهو. عشان يبقى ظبطنا الجاكيت كله. كده جسمه طانه وكل حاجه كله ايه اتظبط ماشي. ايه تاني بقى انت ناقصك معاك؟ ناقصني بقى ان تعالى بقى لحرده الامامي. الامامي باجي اروح جاي مقسم الحرده هنا اهوت، انا معايا دي كام؟ اهي 30، اروح مقسم 10 و10 و10. تمام، تعالى عند العشرة الأولانية دي انزل لي سنتي ونص. ماشي؟ وباجي أروح واخد سنتي ونص مسروق، يعني إيه مسروق؟ على ما فيش من هنا أهو كده. دي الحاجة الطبيعية اللي ربنا خلق عليها إيه؟ الجسم بتاعنا من قدام محفور على الوران. أهو. ما عملتش الكلام ده في الوراني، لا هو في القداماني فقط لا غير. سنتي ونص مسروق أهو كده بنفس الشكل ده. كده بفضل الله عز وجل يبقى انا ظبطنا الجاكيت كله على التقفيل. يعني ايه التقفيل؟ هقفل الجناب وهقفل الكتف، يبقى كده ايه خلاص الجاكيت كده. ماشي، اهم حاجه ان احنا نكون استفدنا بقى. هروح حاطط هنا اهوت حته برلون على فكره عشان الخامه ايه لكره، حط برلون في الجزئيه دي. اخواننا او اخواتنا اللي سالوا واخوانا بنحط البالون فين او بنلزق ايه؟ لزقت اهو الجزء بتاع الكتف اهو الخلفي، هلزق الحته دي برده وابص لها حته بالون زيها. البالون مقصوص ملزوق فين؟ ملزوق في الجسم كله اهو. تمام؟ بالنسبه للامامي، لكن الخلفي واخد ايه اجزاء منه بس كده. تمام؟ ما تنساناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب شيء اساسي احنا بنطلبه من حضراتكم، الاعجاب بالفيديو شيء اساسي احنا برده بنطلبه من حضراتكم. على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك استفدتوا منه ان شاء الله رب العالمين. تمام؟ الفيديو الجاي هقفل فيه ايه؟ الجاكيت وهقص فيه ايه؟ الكم. يبقى كده بفضل الله عز وجل انا وقفت لك الجاكيت ده كامل على اساس ايه؟ لما بكتب من الالف للياء
يبقى فعلا من الالف للياء ان انت تقدر وتقدري تروح جايبه قماش قدامك خام مقاسات تقدر تشتغل بنفس الاسلوب ونفس السيكونس او التتابع اللي احنا ايه عاملينه مع بعض. يلا بينا في الفيديو الجاي ان شاء الله نشوف احنا هنقفل الجاكيت ازاي. الدلع الخير كفاعلي الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. اخر حاجه اقولها لحضراتكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مؤقتا.